اليوم راح ناخذ محاضرة عد كريات الدم الحمراء. المحاضرة السابقة أخذنا عد كريات الدم البيضاء، وكلكم كان عندكم تصور عن طريقة العمل، وعرفنا اسم السلايد وشنو المادة اللي ضفناها حتى نحصل على الخلايا المطلوبة عدها. اليوم احنا راح ناخذ شلون نعد كريات الدم الحمراء لمجموع الدم، يعني ايش قد عدد كريات الدم في النموذج، ايش قد عددها. وهذا الفحص له اسم اخر ممكن نقول عليه ريثروسايت كاونت، مو الريد بلود سيل كاونت. يعني اذا جاك ريثروسايت كاونت يقصد الريد بلود سيل. هذا الفحص مهم ليش؟ لان الار بي سي او عددها تحتوي الهيموغلوبين، وهي مسؤوله عن حمل الاكسجين للنسيج. هذا شيء واضح ومتفقين عليه. كبر لكم الشاشه. ليش هذا الفحص مهم؟ إذا يجيك تعليل ماشي، لأن الـ RBC تحوي على الهيموغلوبين وهو مسؤول عن نقل الأكسجين إلى النسيج، فبالتالي إذا يقل عددها شيء طبيعي راح يقل الهيموغلوبين، وبالتالي راح يصير عندي هذا خلل بهذا الشخص، يعني ما يوصل له أكسجين مضبوط للنسيج. يعني عدد الـ RBC مثل ما قلت يمكن يأثر على كمية الأكسجين في النسيج، وكل الأنسجة تحتاج الأكسجين حتى تقوم بوظيفتها الفعالة، خصوصا الرئة حتى المخ كل الأعضاء. هنا عندنا نسب من أجل أنا أسألك، يقول لك الأدلت من 4.5 إلى 6 مليون سيل بالمليمتر، هذا للرجال. النساء من 4 إلى 5.5 مليون خلية بالمليمتر. الحوامل slightly lower than normal، يعني قصده أقل من النساء الطبيعيات اللي ليس حوامل، يعني نقدر نقول 3.9 إلى 3.8 مليون خلية بالمليمتر، وهذا شيء طبيعي لأن هي جزء من الدم بده يروح للجنين، فطبيعي نقعد هالخفاض. الـ children من 3.8 إلى 5.5 مليون خلية بالمليمتر، والـ newborns يعني الأطفال حديثي الولادة من 4.8 إلى 7.2 مليون خلية بالمليمتر. ليش الـ newborn أكثر من الكل، أكثر من البالغين؟ هذا سبق وشرحناه. لماذا الأطفال حديثي الولادة أكثر بتعداد كريات الدم بالنسبة الطبيعية مالتي؟ بعد غير مناعة، يعني هم ايش دي يصير عندهم؟ اها بعد نموهم ما كامل، دي ينمو مالت البون مرض يزيد، لذلك يكون فعال اكتف، وكذلك يكون العدد مالتهم اكثر من البقية. نعم احسنت. لا هاي مناعة، انت دخلتي مناعة زهراء، اجسام مضادة ومناعة. انا احكي على كريات الدم كوظيفة نقل الاكسجين. وهاي ليش بالطفل حديث الولادة تكون، حتى يعني جسمه دايم ويحتاج أكسجين للأعضاء، هاي جديدة الأعضاء متكونة، فبالتالي مالت البون مارو أكتف كلش أكتف. المناعة شيء آخر، أوكي هن سوى الخلايا المناعية والدموية تنشأ، لكن أنا هنا من منظور فسيولوجي أو منظور أنه الأعضاء تحتاج أكسجين، المناعة تطبق على صفحة شوية هنا.
ايضا هي مناعتهم نشطة تكون كلش قوية، لكن قصدي ليش العدد مال كريات الدم، الدم مو البيضاء الحمراء، يكون قوي حتى تكون عندكم واضحة الشغلة. بالنسبة للنسبة الطبيعية، كنا عرفنا سلايد اللي نقدر نستعمل عاد كريات الدم بي، شنو اسمه هذا السلايد خاص؟ شنو اسمه؟ اي شو اسمه؟ شامبر سلايد هيماتوسايتوميتر، حفظوه نيوبورن او هيماتوسايتوميتر، هذا اسمه. هذا شوفوا النقطة الرابعة مالكم، هذا لكم يا حتى تحفظون اسمه، هيماتوسايتوميتر نيوبورن كاونتينج شامبر وذ كفر سلايد. طبعا هنا اكو تشابه بين الطريقة السابقة والطريقة الحالية، لأنه من حيث السلايد والمعدات، لكن الاختلاف شنو؟ الاختلاف يكون فقط بالمادة اللي راح أضيفها لمجموعة الدم. هناك في عد كريات الدم البيضاء ضفنا مادة، شنو اسمها من يتذكر يا بطل؟ وش سويت؟ المادة في عد كريات الدم البيضاء، شنو سوت لنا المادة السابقة بنموذج الدم؟ عاش تزيدك جليشيال اسيتك اسيد، سوت هاي دمرت كريات الدم الحمراء وبقت لي البيضاء. زين هسه انا بالعكس اليوم انا اريد كريات الدم الحمراء، ما واضح؟ انا اريد كريات الدم الحمراء، يعني ما راح اضيف عمض الخليك يعني جليشيال اسيتك اسيد، ايش راح اضيف؟ راح اضيف محلول اسمه الهايمز سولوشن او الفورمال سيترات، اضيف هاي المادة بدل ذيك، نفس الخطوات نفس الادوات، لكن بس اغير المادة، حتى الار بي سي باي بيت نفس التدرج مال وايت بي سي باي بيت، هم نص واحد الى عشرة، هاي غلطان، مية مية وواحد عشرة هي اقل، ما مؤشر عليها شفتوها تدريجي، يبدي من البداية نص بعدين واحد وبعدين تجي هاي البصلة مال المزج الانتفاخ، يمزج الدم والمحلول حتى يسوي مزج وينطيني الشيء اللي انا اريد. زين هنا أنا انت بلوت يوزك اي دي تي اي او هيبارين كمضاد للتخثر، هناك ما استعمله بالجمع مباشرة قبل الوايت بي سي باي بيت، هنا أنا قبل يقول لك لازم الدم الجمعة بإي دي تي أي وهيبارين، ليش؟ حتى ما يتخثر، لأن يعني إذا تخثر أنا وين راح أقدر أعد كريات الدم الحمراء؟ واضح؟ صار عندك اختلاف بس نقطتين، يعني إنه منين ينجمع الدم؟ ينجمع بأنبوبة تحوي على مادة مضادة للتخثر، هاي أول نقطة خلصنا منها. ثانيا يعني ضمانة بالخطوة الأولى إنه ما راح يصير عندي تخثر، يعني بس يتخثر راح يخرب عندي التفاعل. النقطة الثانية أضيف المحلول اللي يزيح لكريات الدم البيضاء واللي هو الفارمال ستريت أو الهام سوليوشنز حتى يبقي لي فقط الـ RBC. بقية الخطوات تعرفوها، نجي أنا أضيف أضيف بعد المزج المحلول مع نموذج الدم أمزجه، راح تشوفوها بالعملية الزهراء يوم الأربعاء إن شاء الله. إيش قد الوقت مع المزج؟ أنتوا تخلون دقيقة هناك، أنا لا يزودونه من 2 إلى 3 دقائق، يطولون هنا أنا أكثر من 2 إلى 3. بعد المزج أنا أزيح أول قطرتين من البايبيتي وأضيف النموذج في تشامبر سلايد، وأجي أنا تحت المجهر، بالبداية أبدي عليه قوة تكبيرية جوال المجهر، ورا ما أخلي نموذج الدم بالتشامبر، بالبداية أبدي على القوة المنخفضة 10
وبعدين بعدين أصعد للـ40، عافية عليكم. هناك كنا نحسب حسب المربعات اللي هن قلنا عليهن، يا هن الوسطية ولا الطرفية مال الشامبر، راح يطلع عندك تقسيمات رسمناهن على السبورة. طرفية، ممتاز. هنا لا، المكان مال الار بي سي وين يكون؟ بالمنتصف، هنا بالمنتصف، والمعادلة مالته هاي، شوفوها توتال نمبر اوف ريد سيل في 10,000. هناك قلنا ان في 200 وان في 50 وان في 100 حسب عدد المربعات. هنا أنا عندي الجهة الوسطية والمربع الوسطي، خلنا نرجع لكم على الصورة حتى أقول لكم. هنا لدينا الأربع طرفيات مثل ما تشوفون، المربع الوسطي هذا راح أظلله وباعه عليه. تشوفون شلون أنا ظللت هذا الوسطي اللي هو لونه أزرق، وين راح يحسبون؟ أكوبهم يحسبون بس هذا النوع بالطرف، ويحسبون هذا منه أيضا بالطرف، أيضا هنا بالطرف، الزوايا الأربعة والمنتصف 5. ماشي، داخل هذا المربع الصغير هنا راح يعدهم كريات الدم، مثلا هنا 20، هنا 70، هنا 100، 35، 40. تجمعهم كلهم تضربهم في شقد؟ في 10,000. ماشي، حسب المعادلة راح يطلع لك الرقم. المربع الوسطي داخله يكون 5 مربعات. ماشي، هاي المعادلة مال الاشتقاق مالتها، انا اريد التوتال. التوتال يعني المجموع خلايا الدم الحمراء في المليمتر الواحد، عادة ايش قد يطلع مهما يكون تضربه في 10,000. هنا أنا من يوعز الزيادة بكريات الدم الحمراء، أو احنا شو نسميها البوليسيتيميا، يعني زيادة. ليش تصير الزيادة؟ مرات احنا قبل محاضرات سابقة وضحنا الأسباب مال زيادة الدم، المدخنين واحدة منهم، بس اكو اشياء اخرى. هو ليش الجسم يزود من عدد كريات الدم الحمراء؟ حتى يعوض الخلل اللي دا يصير، يعني الاكسجين ما دا يوصل للاعضاء، فالجسم حتى يعوض الخلل، ماشي، سواء كان مدخن او اشياء اخرى هسه راح نذكرها، حتى يوصل الى حاله التوازن، يوصل الاكسجين بصوره متوازنه. هو لا شعوريا، يعني المخ يسيطر على هاي العملية مو إرادية، يعني مو واحد يحس بنفسه الدم مالته قليل ويقول أنا راح أزيد دمي، لا، هاي الشغلة كلينيكية المخ يسيطر عليها. فتشوف الأشخاص اللي عندهم زيادة بالدم هم يكون عنده خلل بالقلب، احنا نسميه تشوه خلقي بالقلب، congenital heart disease، أما يكون عنده dehydration، جفاف قوي جدا، أما يكون عنده تليف بالرئة pulmonary fibrosis أو البوليسيتيميا الفيرسا، يعني ناتج من عملية التدخين وإلى آخره. هاي الأسباب تؤدي إلى زيادة الـ RBC. فقبل لا تفحص المريض أنت راح يصير عندك هاي النظرة، إذا هو طلع عنده زيادة بالعدد، وخصوصا مثلا الذكور يطلع عنده زيادة بالعدد مفرطين مبالغ بها، راح تقول انت احد هاي الاسباب. اول ما السنة تقول له مدخن، وعادي ترى هم اكو يعني ناتي مدخنات في نفس الحالة. زين، هنا النقصان بالعدد الار بي سي، شنو الاسباب؟ عندك ايضا جملة من الاسباب المشهورة، يعني فقر الدم
أو فشل نقي العظم في تكوينها هم أيضا خلل هناك. والإريثروبويتين ديفيشنسي هذا البروتين اللي قلنا موجود بكريات الدم الحمراء في محاضرة الهيموغلوبين، هذا إذا بيه خلل هو يعني فد شي ثانوي بأمراض الكلى أو الكبد. يعني أما خلل بهذا البروتين أو فشل في نخاع العظم أو فقر دم عام، أو يكون عندك RBC destruction، مرات تتعامل العينة وتحطم ال RBC مالتك، هو الشخص ما بي فيه لكن انت اللي سويت هيماتوريشن هنسميه، حطمت ال RBC فراح يتحلل يطلع الهيموجلوبين بالنموذج تعبالك هو بفقر دم. هاي هم سبب هيموراج، يعني نزف صار عنده نزف مسوي حادث او شيء ضربه في مكان معين وراح ينخفض العدد. لوكيميا سرطان دم مالتيبل مايلوما سرطانات اخرى متعدده، ونقص التغذيه خصوصا الفيتامينات البي 6 بي 12 فوليك اسيد والكوبر والايرون، يعني ذني مهمات جدا في مساعدة رفع عدد كريات الدم الحمراء. بصورة عامة عندكم صار واضح طريقة العمل بالنسبة لهذا الفحص، النسب الطبيعية وشلون أنا أحسب حسب هاي المعادلة، وشو وقت يزيد عندي وشو وقت يقل. نفس المكان ونفس المربع أنا أحسب بيه البليتليتس كاونتس الصفيحات الدموية، بنفس المربع وبنفس المكان أحسب عدد الصفيحات الدموية. زين هنا من يقدر يقول لي قبل لا ننزل شوية ونطلع المحاضرة، هم نفس الخطوات بالنسبة لعدد كريات الدم الحمراء يختلفن هنا؟ شنو الاختلاف زهراء؟ راح يكون عندك الاختلاف يسامي إيقار المحاضرة. هذا بالنسبة للمعادلة، نحكي على طرق العمل. أوكي تمام، أيضا الاختلاف في المعادلة أكيد. بعد طريقة العمل للفحص شنو اللي يختلف هنا؟ اوكي تشامبر نفسه، كفر سلايد نفسه، الكحول نفسه، لكن نموذج الدم نوع المادة المضافة. احسنت حسين، شوف راح انزلكم اياها. هنا انا يقول لك هاي المادة شوفوها امونيوم اوكساليت، هاي تجبر مكونات الدم انه تبرز فقط البليتلتس. المعادلة بالتالي ايضا تختلف، النسب ايضا تختلف. هسه ما نريد نجي نسبق الاوان مال المعلومة، نبدي من فوق ان شاء الله. زين هذا الفحص له اسم اخر هو الثرومبوسايتس كاونت، يعني اذا جاك ثرومبوسايتس كاونت حتى يعني انا اقصد البليتلت، واضح؟ ماشي. الاسم الاخر للفحص الثرومبوسايت، هذا جاي من خلايا الثرومبوسايتوباثي او ثرومبوسايتي. شو يكون شكل هاي الصفيحات الدموية؟ صغيرة مثل القرص، تتجزأ منين أو منين تنتشر؟ من خلايا كبيرة تعرفوها أنت اسم الميجا كاريوتك اللي من نخاع العظم. Do not have a nucleus، ما عندها نواة، القطر مالتها من 2 ل 3 مايكرو ملي ان دايمتر،
من التجزء من الميجا كاريوتسايتس، هاي صفاتها اللي دا احكي لك، هذا اخذناه وجبنا لكم اياه بالامتحان. ميجا كاريوتس عمرها الافتراضي الطبيعي من 5 إلى 9 أيام، اكو بعض المصادر تقول 10 أيام كمعدل. يعني هاي من تنفرز مثلا جرحت انت، يجون يحللون الدم خلال اول 10 أيام موجودة، ورا ال10 أيام تبدي تختفي. ماشي، طبيعة الحال الجهاز الدوران والكميات مال الدم مثل ما قلت لكم سابقا هسه، انه الجسم لازم يحافظ على التوازن مال الدم. ليش الهوميوستاسيس احنا نسمي، يعني هذا التوازن الدم بجهاز الدوران والجسم، لازم الكمية مالته ضمن الحدود الطبيعية حتى يوصل الأكسجين، ومن ضمن المكونات أيضا البليتلت. ماشي، يعني إذا صار خلل بهاي المكونات راح يصير عندي أشياء غلط بالجسم، مثلا إذا زادت هاي راح يسويني تجلطات بمكان معين، تفهمون؟ لا يقول لك abnormality يعني الخلل أو النقص أو الشيء الغير طبيعي فيه، شوف abnormal أو disease نفس الشيء في هاي الصفيحات الدموية. شو أسمي مصطلح تخلونها الثرومبوسايتس وتضيفوا لها باثي، الباثي يعني أمراضية، فقط هذا المصطلح نفسه وتضيف له باثي، أصبح ثرومبوسايتوباثي، يعني هذا عنده خلل بتكوين الصفيحات الدموية، أو يكون عددها منخفض جدا، إذا منخفض يسميه احنا ثرومبوسايتوبينيا، بس تخلي بينيا نفس المصطلح. تلاحظون بس ده أغير أو آخر 4 أحرف. هسه إذا عدد منخفض ثرومبوسايتوبينيا، إذا عدد قليل ثرومبوسايتوبينيا، يعني هي موجودة مثل عدد مثلا 10,000 أو بس شنو شوية قليل قلة، لكن من يجيك عدد منخفض هاي وحد بينيا، لكن decrease يختلف المسطرة، هاي شوية تميزون بينات. إذا زيادة بالعدد مال الصفيحات الدموية thrombocytosis، الزيادة cytosis، النقصان ethenia thrombocytopenia، والعدد المنخفض بينيا. يعني الوظيفة الأساسية لها الحافظ على التوازن الطبيعي للدم داخل الجسم، يعني نسوي الخثرة هسه من نوصل القيمة الطبيعية أوضح لك يا حسين. تكون لي الخثرة حتى تؤدي وظيفتها بصورة طبيعية عندما يصير ضرر في الوعاء الدموي الطبقة الإندوثيليوم، راح اخذناها بالانسجه النظري. حتى يحافظ على هاي المجرى الدموي او الوعاء الدموي من الداخل حتى ما يصير فيه خلل، يعني اذا صار فيه خلل راح يصير نزف ويصير مضاعفات خطرة بالجسم. حتى يحافظ على الاندوثيليوم الداخلية، no damage to the endothelium، يعني البطانة الداخلية للوعاء الدموي. وهاي العملية برمتها يعني مو سهلة، السيطرة عليها من خلال هذا المصطلح يسموه thrombo regulation، يعني شنو عملية تنظيم الثرومبين، كل إشارات عصبية وإشارات كيميائية داخل الجسم تنفرز حتى يوصلك إلى حالة التوازن اللي نسموه الهيموستاتس، يعني التوازن الدموي، يعني لا شيء زايد ولا شيء منخفض، كل شيء طبيعي. يصير جرح الالتئام يصير خلال 6 دقائق أو 5 دقائق للإنسان الطبيعي.
شو وقت يقل عندي بعد كريات أو الصفيحات الدموية؟ شو وقت يقل؟ إذا كان عندي ثرومبوسايتوبينيا. إن البينيا شنو؟ انخفاض بالعدد أو عدد قليل، عدد قليل. هذا إذا يتبع خلل مناعي. هنا عندك إميون ثرومبوسايتوبينيك كربارا، مرض هذا بالمناعي يصير خلل، أو ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيا نفسها بعملية تكوين الثرومبين أيضا بالمسار مالتها. الدراج اندوز نفس المصطلح دين عاد هذا، شوفونه مرات اكو ادوية تحفز هذا الخلل بيه الصفيحات الدموية، الهيبارين ومجموعة الثرومبوسايتوبين يسبب لي، يسوي لي لو نمبر ماشي. والانواع من الابلاستيك انيميا، فقر الدم الخبيث ماشي. يعني اما خلل مناعي او ادوية او امراض خبيثة، هاي كلها تسبب لي شنو؟ تسبب لي انخفاض او خلل في عدد الصفيحات الدموية. هاي حتى انت من تقيس تعرف ليش طلع عنده انخفاض في الصفيحات الدموية، تقول له انت عم عندك ورم او ماخذ ادوية او عندك خلل مناعي، واحدة من هذين ما تقبل غلط. زين، شو وقت يزيد عنده هو معتبر ديسوردر؟ ديسوردر يعني خلل، خلل او مرض معين، نقدر نقول افضل تعبير هو خلل يكون. شو وقت يزيد عدد الصفيحات الدموية؟ يزيد من يكون عندي اني ارتفاع بها بهاي العملية الثرومبوسايتوسيس اللي قلنا عليها هو زيادة، من يصير عندي تفاعل أو تعبير عن الميلوبروفوليت ديزيز أيضا خلل، ويسبب لي دايس فانكشن بليتلس، يعني شنو ما تقوم بوظيفتها الصحيحة. هذا الميو بروفوليت يعني هذا يسموه تضاعف غير طبيعي، أيضا يعزلها إلى خلل بالجهاز المناعي، خلل بالجهاز المناعي. طبعا هي اي خلل دلالة على وجود تجلط، يعني هاي وظيفتها يسوي كلوت صفرة ما بيها شيء، هاي ايدها وتجاطها نت الشاقة هاي المادة. فيلاحقون على نفسهم اما باسبرين او مميعات اخرى. بالنسبة للنورمال فاليو يعني القيمة الطبيعية للبالغين للرجال والنساء على حد سواء، ما قال هنا، ما فصلها، ما قال نساء بالغة وحوامل مثل الفحص السابق. بس بعدين أسألكم ليش عددها الطبيعي من 140 ألف إلى 400 ألف خلية بالمليمتر. ديليوشن فاكتور العامل اللي نستعمله بدل جليشيال أسيتيك في الوايت بي سي وبدل الستريت بالار بي سي، هنا بالصفيحات الدموية انا استعمل 1% امونيوم اوكزاليت، هذا يسمونه فلترة قبل لا يستعملوه ويبردوه حتى يحافظوا على فعاليته، لان يتلوث بسهولة ويتدمر بالحرارة العالية. لذلك هاي الخطوتين يسووها، يفلترونه، يجيبون فلتر بيبر ولا ما يحضرونه 1%، يضيفون 1 مل من هاي المادة أمونيوم أوكساليت إلى 99 مل من الماء المقطر، من ياخذوه يفلتروه حتى يشكوا ميكروبات بيتروح، ومباشرة يخلوه بالباب مال الثلاجة حتى ما تركيبه يتأثر بالحرارة العالية، حتى يقوم بالوظيفة الصحيحة، يوقف لي كل الكريات الدم الحمراء والبيضاء، يبقي لي فقط البليتلتس. والبليتلتس مهما كان عددها داخل المربع الوسطي تضربه في 1000، بينما الوايت بي سي في 10,000. هاي انتو عرفتوها. الحد هنا اكو سؤال؟
هذا الديفرنشن ناخذه الاسبوع القادم ان شاء الله. اكو سؤال لو بعدكم نعسانين هسألكم سؤال، هو ما يسأل لو فاهم لو ما فاهم، وحدة منهم ماكو غيرها. بس عندي سؤال لكم هنا مهم جدا جدا مهم، هذا من راح تتخرجون راح تصطدمون او انت بنفسك. لا بالعكس، هو الفاهم يسأل احتمال، بالعكس احنا ما نريد نزكي الانفس كلها. بس شوفوا لي هذا السؤال وبعد وراها انتم بعد فكروا اعشوكم حكمة رب العالمين وإعجازه في خلقه. شوف هاي الصفيحات الدموية أول ما تتكون فراجمنت، بقول على هاي السطر فراجمنتيشن، هكبر لكم اياها يعني. تابعوا عليها جدا مهم. فراجمنتيشن اوف بريكورسر ميجا كاريوتيك، احنا متفقين كنا البليتلز شنو وظيفتها؟ جاوبوني انتم وظيفتها الاساسية شنو؟ تخثر، زين جيد واضح، كلها تعرفون ان هي تخثر الدم. بس هنا قايد قايل من تنشأ، شوف دريفيتيف او دريفايف يعني تنشأ منين تظهر؟ تظهر من تجزء البريكورسر ميجا كاريوتيك، هاي الخليه اللي الامها مالتها الميجا كاريوتيك اللي حتى موجوده بالمخطط مال الهيموبوليسيس اللي اخذناه عن تكوين كرات الدم. هاي الخليه الكبيره اكبر خليه بالخلايا المناعيه جماعه الدم اللي تظهر اذا تتذكروها، لونها بنفسجي اكو مخطط محاضره هذا بعدين ترجعوا تتذكرون. لكن البريكورسر تعرفون شنو البريكورسر؟ منظور تعرفون شنو البريكورسر؟ يعني بادئة للخلية. ليش صارت بادئة؟ أول ما نشأت بادئة يعني بعدها ما ناضجة، ما صايرة متشور فعالة كاملة وحتى تسوي تخثر، يعني بعدها مثل ما يقول مو كامل وظيفتها، ما تقدر تسوي بداية بادئة بريكورسر. تدرون ليش؟ لأن لو ناشئة من البداية كاملة كان سوى التخثر داخل الجسم ومكان النشأة مالتها. لكن شاءت قدرة رب العالمين أنه أول ما تنشأ تكون بادئة، بعدها ما ناضجة، بعدين من تكبر تاخذ دوران جهاز الدوران تكمل تنضج يلا تقوم تشتغل بالصورة الصحيحة. فتخيل أنت اول ما تنضج او اول ما تنشأ من هذه الخليه داخل نقاع العظم راح يصير عندها تجلطات بهاي المكان فظيع، يعني هاي تنتج بصوره مو طبيعيه بهذا العدد اللي تشوفونه جوا اللي هو 150 الف الى 400 الف. هو هاي المضار، سبحان رب العالمين في انفسكم وفلا تعلمون. يعني اول ما تنشأ بريكورسر بادئة، بعدها مو وقحة، يعني من يصير جرح ما او ما، لا حسب الوظيفة، حسب من يصير اني عندي قطع او جرح او ضرر بهذا المكان يستوجب اني اسوي تخثر، المخ راح ينطي عازات يقولها يا بروحي هذا الجرح صار في الايد وتأكون نزف، تروح تجي تلتئم ثرومبوسايت تفعل ميكانيزم وتسوي لي سيلينج كلوثينج. لكن انا احكي عن مكان نشأتها من البدايه، لا اول ما تنشأ بجسمك من مكانها. تخيل اذا هي كامله بهالصوره راح تسوي لك تجلطات فظاعه. واضحه هسه الفكره طلاب؟ فضل عباس نشأتها بالميجا كاريوتكس بالبون مارو، شوف المخطط مال الاشتقاق مع الخلايا.
هسه خلينا انزلكم محاضرة اللي عفو قائمة الحضور، وخذوا راحتكم ان شاء الله. أكو أسئلة قبل لا أغلق البيت طلاب؟ السيف رزاق، ما شنو تقصد ثلاث قطعة الأطراف؟ بعد متن من الأطراف؟ كرات الدم تتكون من نخاع العظم، فالأطراف تبقى مفتورة والدم ينتج حسب حاجة الجسم. قلت لكم هاي العملية يسيطر عليها المخ، يوازن هيموستاسس، توازن الدموي داخل الجسم. الصفيحات لماذا عددها ثابت؟ قلنا هي وظيفتها ثابتة، أول ما تخرج من الجسم تكون بريكورسر، بعد ما تنضج ورا فترة، يعني بداية نشأتها داخل نقاع العظم، وإذا هي بهذا المكان يصير خلل، تجلطات الصفر، لذلك هذا العدد مالتها محدود. يعني من يزيد عن هذا الشيء أكو خلل، راح يصير تجلط بهذا المكان، النقصان راح يظل يصير نزف من هالقبيل. توازن هو ليش سموه هيموستاسس؟ هيمودموستاسس توازن، فلازم يكون توازن من حيث العدد والوظيفة. وهاكم هاي محاضرة، قصدي استمارة الحضور، شلي باني بالمحاضرة اليوم. يلا ما بقى شي، إن شاء الله رمضان خلص، تقبل الله منكم الطاعات جميعا. ندعو يا رب ننجح احنا، خلاص الله يشيل الوباء عنا هذا، لو ما تدعون انتو. مقبول الدعاء في أي لحظة برمضان، هاي الأيام الأخيرة ركز. إي والله جديات أحكي وياكم، بس أنتو ماخذيها بطرف طرفة ومزح. عموما نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله يا ربي، وهاي استمارة الحضور. والله أنا ما أعرف يا مصطفى، أنا حسب التبليغات إجانا التبليغات، يا بالعطلة عطلة، أوكي العطلة بيها محاضرات نبلغكم، مو على الرسول إلا البلاغ. ماشي عيني حوارات، صار معلوم. يسجل حضور، يقدر ياخذ راحته، وإذا عندكم سؤال اسألوا، يعني وقتكم هذا، وقت محاضرتكم. حياكم الله.